السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلت الجيمرز. واليوم نجرب معكم واستعرض معكم ونشرح شوية لعبة ستيلر بليد. بسم الله نبدأ. وشي نشكر بلاي ستيشن السعودية انهم ارسلونا الكود، يعطيهم العافية. فنوعا ما لازم نتكلم عن اللعبة، واللي ما فيها يعني ما هي بذاك السوء يا شباب، يعني الملابس حقتها ما هي بذاك السوء، يعني في ملابس كمان اللي هي محتشمة نوعا ما، لكن ما هي بذاك السوء. حلو، حتى اللعبة يعني زايد 18، يعني ترى اصلا حتى في الغرب مصلحين حملة انها ليش البنت كذا ناعمة، ليش البنت ما هي مسترجلة، ترى للمعلومية. يعني عندك ملابس هنا سيئة نوعا ما. فعموما نتكلم عن نشرح شوية اللعبة. تمام، اول شيء بدينا نسافر سفر سريع، ما بدينا نسافر سفر سريع. طيب اللعبة كيف اللعبة؟ اللعبة هي لعبة سولز؟ لا، اللعبة ما هي لعبة سولز. ممكن تتشابه في السولز في حاجة واحدة، انه اذا مت ترجع لي مناطق الاستراحة هذه، تريح هنا شايفين، انك ريحت هنا خلاص بالكرسي هذا ترتاح، خلاص تجدد الصحة وكل شيء، و ترجع اذا مت، وكمان الاعداء يرجعون، اذا ريحت هنا الاعداء يرجعون، لكن اذا مت هل تخسر شيء؟ لا، ما تخسر شيء، ما تخسر الفلوس والارواح ولا شيء. تمام؟ يعني ما فيها فلوس بس، ونقاط اللي هي قدرات. طيب نتكلم عن هنا ايش فيه هنا؟ هنا اللي هو عندك اول شيء في المكان هذا بالعاده تلقى اللي هو عندك اللي هنا المتجر، تشتري اللي هي الجرعات، عندك هنا الجرعات، هذا كويس، هذا اذا مت يعني ترجع الحياه في نفس مكانك، يعني تقول حياه ثانيه. هذا اللي هو الجرعات المنتهيه، هنا تستخدمها وتنتهي معاك شايفين، هذا رجع لك الصحه مع الوقت، هذا لغم، هذه قنابل، هذا يرجع لك نقاط القدرات، من عندك تقدر ترجع، هذا يرجع لك نقاط القدرات اذا تبغى ترتب مره ثانيه. الذخيره هنا معك سلاح ناري، فعندك الذخيره هنا قذيفه ناريه. طيب ايش عندنا كمان؟ عندنا الشيء هذا هو حق القدرات، وعندك قدرات كثيره. اللعبه يعني ابدع في الكومبات، ابدع في الكومبات لدرجه كبيره. انا ما فتحتها لسه، اشوف انطلاق البرق هذه، انطلاق البرق هذه حقت مثلث، اوكي. عندك سلسله الانطلاقات هذه، خلينا نشوف كيف هذه، نفتحها نشوف. تقدر تتدرب، تضغط مربع تدخل على التدريب، فكل قدرة تحتاج نقاط اس بي، وتقدر كمان ترتبها، لو ضغطنا الزر مثلث نقدر نعيدها كلها من جديد باستخدام الأداة وترتبها من جديد، تصلح انت نظام القتال حقك الخاص فيك. كمان في سفر هو في المناطق، لو دخلنا هنا مثلا عندك في سفر، تستخدم التلفون، فين التلفون؟ تستخدم التلفون عشان تسافر سفر سريع. هل هي عالم مفتوح؟ لا، مو عالم مفتوح، هي 99% خطية، يعني 99% فيه زي عندك المنطقة هذه، فيه تروح إلى اليمين، فيه مهمات جانبية تخلص مهمات جانبية هنا وهنا، لكن بشكل عام هي منطقة، هي تعتبر خطية 100%. طيب ايش عندنا هنا؟ ايش قدامنا؟ قدامنا اللي هو فوق الخريطة واضح البوصلة. عندك هنا اللي هو لو ضربنا هنا ايش استهلكت حاجة سبي، جتني نقاط سبي كويس. عندك في اليسار اللي هي فوق اللي هي الصحة، هذه الصحة، عشان الصحة من ناقصة استخدمها لقت عليها، اقدر اغير هنا الصحة. تمام، تحت اللي هي القنابل، بدي بات تحت القنابل، تغير نوع القنابل بنستخدم هذه. عندك البي اي اللي هي نقاط البيت، نقاط البيت هذه اذا زادت، كل ما زاد كل ما صرت تقدر تطبق اللي هي الحركات اللي في اليمين، في اليمين هذه الحركات اللي هي تضغط ال1 والحركات هذه مثلث دائرة مربع. وتحت اللي هو اتش بي الصحة، وتحته الشيلد اللي هو الشيلد هذا دفعت ينقص الشيلد، لكن مع الوقت يروح، يعني كل جد ضربات قوية. طبعا تجرب ال 3 زي مثلا عند الاعداء الحلوين هذولي، لو نبغى لو ندافع بس دفاع كذا عادي، اضربني غريب، اول مرة انا ادافع زي كذا، انا عارف ان الشيلد ينقص، لكن خلي يضربوني ضربات كذا، شوف الشيلد ينقص قبل اللي هو الدرع ينقص قبل الصد. لا انا العب على سهل، هذه حركة قوية يضربني ما اقدر اصد، يعني تقدر تصد الضربات العادية بس الحركات الثانية ما تقدر تصد، زي الحركة هذه اقدر اجي وراه واضرب زي كذا، تفتح هذه اللي هي الوميض، ما قتلتهم بسرعة لان العب على ذا. دقيقة خليني اغير المستوى، دقيقة عندك المستوى الاعدادات، انا العب على وضع القصه، وضع القصه بصراحه خرب اللعبه، انا سعت كثير وضع القصه. فهو الجدل على شكل البنت بس، الجدل على ملابس البنت، وفي ملابس ساتره، ما انا ما جالس ابرر، لكن اللعبه زائد 18. تمام، يعني لما عمرك صغير تلعب اللعبه تقول لي مدري ايش، لا اللعبه 18، وهل هذا خليها اصلا هم 18 اصلا على الدمويه اصلا نوعا ما.
لكن ما هي مرة سيئة. كيف الصد؟ هذا الصد اللي هو الصد البيرفكت. طيب الأعداء إذا صديت، خلي صد، إذا صديت صد بيرفكت تكسر درع العدو. شايفين درع العدو فوق اللي هو صحة العدو، وعنده تحت نقاط صفراء شايفينها، ما أدري ملاحظينها. شوف كيف كسرناه، وإذا كسرت الدرع حقه تكسره وتطعنه. أول كنت ألعب على سهل، الدفاع جدا رهيب. شوف كيف الدفاع دقيق جدا، كيف وسريع. شلون يعني؟ يعني وانت مثلا في نص الضربة ضغط الون على طول تدافع، هذا يخليك تدافع بسرعة. هذا من الشيء الرهيب الرهيبة في اللعبة، اللعبة اهتم في الكومبات. عندك اللي هو المراوغة، بدائر المراوغة اللي هي المراوغة ايش اسمها؟ قولوا معاي، المراوغة اللي هي الجيدة، يقول الصحيحة. خلينا نشوف هذه المراوغة دي، هذه مراوغة. هي في ضربة تضربها، كيف حرفيا ذكرتنا بسكيرو صراحة، لأن نضرب ضربة قوية كذا نطعنه، ممتاز عشان البيتا معبى. الآن نعرف في المنطقة الثانية، منطقة الصحراء، منطقة نوعا ما فاضية. طيب وش عندنا هنا؟ ايش نقدر نصلح بالشخصية؟ نقدر نصلح بالشخصية، نعطيه هنا الدرع، نعطيها الدرع هذا يعطيك قدرات معينة، منها زيادة الهجوم زيادة الدفاع. هنا عندك زي المعدات برضو تزيد لك الهجوم تزيد لك الدفاع، زي هذا مثلا يزيد اللي هو شحن البيتا. نحتاج البيتا، البيتا تخليك تضرب ضربات قوية وتشحنها بالضرب أو تشحنها بالدفاع أو تشحنها بالدفاع الصحيح أو بالمراوغة الصحيحة، تمام. عندك نفس الشيء هذا يزيد اللي هو ضربات متتالية، كل ما ضربات ورا بعض تزيد القوة قوة الضربات. طيب مربع ضربات عادية، مثلث ضربات تعتبر قوية، لكن إذا علقت عليه شايفين في اليمين فوق في حاجة تتعبى شايفينها، هاي الضربة اللي هي اللي علقت على مثلث. شوف مراوغة في حركات، بعض الأحيان الأعداء يصلحون لك حركات زي حركة الزرقاء اللي شفناها. هذا شكله بيقتلني ده، ودي أقاتل زعيم أنا معاكم، ما في زعيم قريب كذا قاتله. الصحة طيب، نستخدم هذا أفضل، هذا عشان عبينا شوي شوي نبغى نخلصها، لأن عندك صحة ما تنتهي وصحة تنتهي، هذه اللي فوق ما تنتهي. طيب إيش عندنا؟ عندنا كمان عندنا اللي هو البعيد المدى، هذا اللي هو الطلقات اللي حطها في راسه، هذا رشاش، وأقدر أغير الطلقات على اللي قاعد تحت، وأغير بالطلقات صاروخ هذا شايف، أي الناس في هذا. ما توقعت قوي زي كذا، صد يصد الدب، ممتاز. ايش عندنا هنا؟ عند هذا نقدر نطعن، في حركة جناح فوق نقدر نطعن، في حركات جد جد كذي تقدر تصلح لك اللي هو تصلح لك انت على كيفك. الضربة دي راح تعيد ضربة زرقاء، ايوه صديت، يعني بس لو تصد زي كذا. الضربة البنفسجية، ايوه الضربة البنفسجية مثلث، ليش طلع مثلث؟ صح كسرت الدرع حقه صح، عشان كذا اقدر اطعنه. رادس، ودي اوريكم الضربة الزرقاء والضربة البنفسجية. ايوه كسرت الدرع حقه. فالكومبات جدا جدا المعارك، يعني شوف الدرع يتعبى لوحده، شوف الدرع تحت تعبى لوحده. المعارك جدا 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 يعني رهيبة، يعني بس لو المعارك بس تشفع لها، بس خربوها بوضع القصة. لو خلوها على الوضع العادي يكون فيها تحدي أفضل. هنا شايفين هذولي، تلقى البنات هذولي يعطونك أشياء ترقي لك الصحة وترقي لك اللي هو عداد البيتا، عداد البيتا اللي هو عشان تصلح الحركات. كل ما هذا حق ايش؟ هذا حق توقعي حق صحة، بقي لي ثنتين. طيب المخيمات تلقون بعض الأحيان المخيم كذا كبير، هذا المخيم الكبير، المخيم الكبير ايش يفرق؟ بعض الأحيان يفرق اللي هو فيه سفر وفيه حاجة اللي هي تطور اللي هو زي هذه حتى التطوير، هذا السفر، هي التلفون حق السفر.
وهذا حق التطوير. تقدر تطور هو الهجوم حقك زي مثلا السيف، تطور الهجوم الى 600 مثلا 10، نطور هو بدلة النانو، ونغير البدلات، نفتح بدلات. هذه بدلة فتحتها هنا، نفتح هذه نقصها مادة. تطور الدروع، تطور الدرون كمان، لو الدرون حق هو شو اسمه بعيد المدى هنا اللي هو تسافر من هنا، ما في شيء فتحته، ما في تحت تلفون اظن عند الباب هنا بس تلفون، هذا صار سريعين عند الباب. في عداء جدد كويس، خلنا نتعرف عليهم، شكلهم كذا قبيح. هذول عندهم دروع، اوكي هذول هم ها اوكي. اوه والله يجلدون، وصلت كثيرة. قلنا هذه حركة، حركة يعرف الحركة ذي يا شيخ، البنفسجي ترجع الخلف. طب الآن إذا مت شو يصير معك اللي هو القلب، الصحة الجديدة، وخلنا نقول نروح اللعبة الجديدة، استرجع الحياة. طب نروح هناك دقيقة، القتال بس اللي يشفع له، الشيء الوحيد اللي يشفع له القتالات، التكرار جدا جدا، يعني اللعبة تكرار بدون مبالغة، تكرار تكرار واضح، يعني تكرار ما هو تكرار في المهمات، تكرار في التقدم. هذا ما زبطت معي، تكرار مزعج، مزعج جدا، ممل بصراحة، ممل يعني. لكن لو ما في تنوع في القتال كنت قلت مليت من اللعبة. لو مثلا بس هاك اند سلاش بدون اللي هي الديفليكت، بدون اللي هي المراوغة، طور المراوغة، طور الديفليكت، كان قلت اللعبة سيئة، يعني ما تحمست لي شو اسمه هذا إرادة سلام ندمر الدر حقه، دمر الدرع كويس. ايوه دسم هذا معفن ده. ايوه روتين قوية، ما تعب البيتا في الوضع العادي، اللعبة صعبة شوي. وش كمان بخصوص البلات، اكيد تسوون البلات، البلات تختم اللعب مرتين، البلات عشان تجيب البلات لازم تختم اللعب مرتين، ما يمديك يعني تعديها، لازم تختم اللعب مرتين تبغى البلات تمام. وتقدر تلعب على السهل، يعني اللعبه لو كانت لعبه سولز يعني على المستوى العايد كنت نزلت لها تختيم بلاتينيوم ونطقطق معاكم فيها ما هي مشكله، لكن تلعب على سهل، حط على الوضع على القصه واشتغل، بس اهم شيء لف كل لف كل شيء، يعني لا تترك مكان لا تروح له. اللعبه هي تستحق 70 دولار، للاسف ما تستحق، ما تستحق للاسف، ابغى اقول تستحق لكن ما تستحق بصراحه، قتال يشفع لها، لكن ما دام حطيت لي وضع القصه انت خلت اللعبه جدا جدا سهل، خلت اللعبه جدا سهل وسريع، فقدت اللي هو روح التحدي في اللعبه اللي هو اساس اللعبه بصراحه، شايف اساس اللعبه اللي هو التحدي، يعني حتى في وضع صعب، لا في الوضع العادي يعني جيد اللعبه، اظن حتى اذا ختمتها تفتح وضع الصعب، ما يحتاج حتى شو اسمه ختم اللعبة على في البلات، ما احتاج تختم اللعبة على صعب ولا شيء، بس اللهم ختمها لي. طيب نفتح الصندوق هذا، هذا نفس الصندوق اللي فيه اللغز، لا في صناديق كذا فيها لغز كذا الابواب. اوه شو ذا، ايش ارده خليني نكسر هذه كويس، هذا تجعل كذا، طيب هذا ضرب اوكي بكتر تشوفون، هذا اقدر اطعن ذا كيف اقدر، والله لازم اجي من فوق الطعنه، في طعنه بس لازم اجي من فوق، خذ خذ مات. خلصت الكلام، هل انصح في اللعبه؟ اذا جاء لها تخفيض خذها راح تستمتع فيها، تستمتع في اللعبه. انت
قتلات بالذات اذا كنت تعشق سكيرو، لان بصراحه عطتنا يعني في ناس يشبهونه بسكيرو يعني في القتلات فعلا، يعني القتلات اذا ابدعت فيها، اذا تميت في القتلات في الكومبات بالذات الزعماء، في زعماء يجونك بصراحه ترى الزعماء جيد جدا. لكن في شيء لاحظت اللي هو الاعداء ما فيهم ذاك التنوع الكبير، ممكن لان لسه بدات اللعبه نوعا ما، فممكن ما مر علي اعداء لسه، بس في زعيم جيد، في زعيم كذا يطلق سم يطلق اشياء، بس ما فيه اللي هي العناصر، عناصر النار وذي ما فيه، ما شفتها دي. ممكن اذا تقدمت تفتح، بس ما في شيء يدل عليها انه شيء علاج للسم، علاج للكهرباء، علاج للنار، ما فيه. فما ادري اذا هذا الشيء اذا مو فيه بصراحه خربوا اللعبه، يعني هذه حاجه نفتقدها وتصلح تنوع نوعا ما في اللعبه، لان هم تم واستثمروا بصراحه بدون مبالغه، استثمروا بشكل كبير بل شو اسمه مت والله مت، استثمروا بشكل كبير في المعركه. طيب احنا من هنا نقفل المقطع، ان شاء الله استمتعتوا فيه، فاختم لا تنسون اللايك واشتركوا القناه ودفع المقطع صاحبك خلهم يستمتعون فيه وتعرفون على لعبه ستيلر بلايد. حياكم حساب الانستغرام واكس وتيك توك وديسكورد، لكم عاون العباده والدراسه وطاعه الدين، والسلام عليكم ورحمه الله.